تحية طيبة وبعد اليوم سأواصل حلقات سلسلة مغالطات، وسيكون موضوع النقاش مسألة أو قضية الله. ما هي كل المغالطات التي يمكن أن تحوم أو تكون حول هذه الكلمة؟ أول مغالطة هي مسألة التعريف، يعني الله يعني وكأن الله معرف وكأنه معروف، يعني مفهوم. هنا تكمن مغالطة كبيرة حول إن كان معرفا فلا يحتاج إلى خلاف حول تحديده أو إلى الاتفاق حول معاييره. وهنا نلاحظ تاريخيا أو من خلال بحث بسيط جدا بأن الله هو موضوع محل نزاع وخلاف حول تحديد صفاته، أسمائه، قدراته، مسألة علاقته بالكون، علاقته بالإنسان، علاقته بالقدر، بالمكتوب مثلا. كل هذه المواضيع محل خلاف ونقاش. إذن هذا التعريف الموجود في كلمة الله هو يشكل مغالطة في الحقيقة، يبين بأنه معروف ومعرف ومفروغ منه، لكن في الحقيقة هو محل إشكال. والدليل الثاني حول هذا الخلاف هي مسألة الخلافات الإسلامية أو خلافات المتكلمين المسلمين حتى داخل الإسلام، حتى وإن كان الله متعلق بكل المسلمين، إلا أن الخلافات الإسلامية أو المتكلمون المسلمون اختلفوا كثيرا وتقاتلوا، كفروا بعضهم، زندقوا بعضهم حول مسألة الله، حول صفاته وأسمائه وحول ذاته أيضا. هذا بالنسبة للمغالطة الأولى. المغالطة الثانية والتي هي مهمة أيضا هي مسألة اعتبار أن العلم يدل، يبرهن له حجج تدل على أن الله موجود وهو خالق الكون. هذه مغالطة كبيرة. لماذا؟ لأن الله لا يمكنه أن يكون موضوع البحث العلمي. يعني مثلا في الفيزياء الهواء، مثلا الفيزياء الجاذبية مثلا، يمكن أن تكون محل تجربة لتبيين وجودها أو الشك فيها. كل مواضيع العلم معروفة ومحددة وهي محل دراسة. أما الله فلا يمكنه إطلاقا أن يكون محل دراسة، مثله مثل الشيطان مثلا. بالعكس، يمكن أن ندرس الله من خلال تصور الإنسان لله. هذا متاح علميا وممكن، وهذا تقريبا ما يقوم به كل مثلا متخصصون في الكلام او في الانثروبولوجيا او في التاريخ مثلا او الاركيولوجيا. يعني يدرسون كيف تصور الناس او الافراد او المجتمعات فكره الله او الاله. النقطه المهمه التي يجب تنبيه اليها في العالم الاسلامي وفي العالم العربي لنا مشكله كبيره، وكاننا نعتبر الله شيء مغاير، مخالف للكون أو مختلف عن الكون. لكن في الحقيقة الصفات التي أجمع تقريبا كل المتكلمون حولها هي أن الله حي بمعنى لا يموت، عالم يعني غير جاهل ولا يمكن أن يجهل شيء، والنقطة الثانية وأنه قادر يعني لا يمكن أن يكون ضعيفا. هذه تقريبا الصفات الثلاثة التي اتفق العلماء أنها أساسية، بدونها يفقد الإله ويفقد الله وجوده أو تصوره الحقيقي. هذه النقاط الثلاثة إذا أردنا أن نفهم ضرورة ارتباطها بالله هي في الحقيقة من صنع الإنسان. كيف؟ يعني الإنسان يرى نفسه ضعيف ولا يملك القوة أن يقوم بكل ما يريد، فإنه تصور إلها معاكسا لضعفه وأعطى الإنسان لهذا الإله القدرة المطلقة. هذا بالنسبة للنقطة الأولى حول القدرة. النقطة الثانية حول العلم. الإنسان جاهل ويبقى دائما علمه نسبي، فتصور بسبب هذا الضعف الذي يعيشه الإنسان تصور إلها عالما بكل شيء، وكأنه حتى يكمل الإنسان النقص الذي يعتريه هو. النقطة الثالثة هي مسألة الحياة أو الفناء. يعني الإنسان يرى بأنه إنسان، أنه كائن فان أو مختال، يعني ميت، يعني لا يمكنه أن يصل للخلود، فتصور إلها خالدا أزليا لا يمكن للموت أن تصله.
إذن لا يمكن دراسة، لا يمكن فهم الله إلا من خلال الإنسان. يعني تقريبا إذا أردنا أن نسأل أي شخص كيف يتصور إله، يجب أن ندرس كيف هو يرى نفسه. يعني لأن فكرة الله تختلف من فرد لآخر، حتى داخل المجتمع المسلم، حتى داخل أفراد عائلة مسلمة نفسها داخلها، فإن الاختلاف تصورهم لله مختلف تماما. وإذا خرجنا من الفرقة، مثلا فرقة الإسلام، من فرقة إلى أخرى نجد اختلافات، إذا خرجنا من دين إلى آخر نجد اختلافات حول الله. إذن مسألة الله، يعني حتى أختم، مسألة الله حتى وإن حملت ألف التعريف فإنها مبهمة. النقطة الثانية، الله مسألة مخلوقة وصنعها الإنسان، وما زال ويبقى يحافظ على وجودها، ليس لأن الله حقيقة ولا يوجد أدلة علمية على وجوده، ولكن لا، لأن الإنسان يحمل هذه الصفات الثلاثة، الضعف والجهل أو العلم النسبي والاحتمالية الموت، يعني عدم وجود الفناء، وهذه النقاط الثلاثة التي صنعها وأعطاها لله. النقطة المهمة التي سأختم عليها هذه الحلقة هي سؤال مهم جدا، تقريبا أنا لا أملك إجابة عن هذا السؤال، وأطرحه لكم للتفكير فيه، هو عندما، ما هي الحجج التي يقدمها كل شخص عندما يقول بأن الله الذي أعبده هو خالق الكون؟ ما هي العلاقة، السؤال هو ما هي العلاقة وما هي الضمانات التي تضمن لنا بأن الإله الذي يعتقد في وجوده هو نفسه الذي خلق الكون؟ هنا مشكلة كبيرة تقريبا، وهو سؤال جوهري أنا لا أملك الإجابة عنه، لكن أطرحه للنقاش وللتفكير الشخصي، وشكرا.